ضمن جهودها الخيرية تنظم دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة بشكل يومي مبادرة إفطار الصائم لمرتادي مسجد شارقة الكبير حرصا منها على إيصال تبرعات أصحاب الأياد البيضاء لمثل هذه المبادرات المجتمعية في صورة من صور الإحسان الخيري التي تجسدت داخل باحات مسجد الشارقة الكبير حيث النفحات الإيمانية التي يتميز بها الشهر الفضيل تواصل دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة تنظيمها لمبادرة إفطار صائم والتي تعزز من قيم التكافل المجتمعي وتساهم في الحفاظ على سلامة مرتدي الطرق من الذين يدخل عليهم وقت أذان المغرب وخاصة أن المسجد يقع بمحاذاة واحد من أكثر الطرق الحيوية شارع الإمارات موجودين من بداية شهر رمضان في توزيع الوجبات على المصايمين ونساعد في عمليه التنظيم وعمليه التوزيع ومن هالقبيل وهذا الشيء اجر له اجر كبير عند رب العالمين يعني. الحمد لله انا وعائلتي كنا متاخرين على البيت من الزحمه، الحمد لله من مرينا هني شفنا ان هم منظمين افطار صائم فدخلنا ما شاء الله التنظيم كان وايد حلو، كانوا يوزعون وجبات الافطار كل يوم في رمضان تنظيم حلو الاقبال حلو. ما وفروا لنا وجبات الافطار. ويوجد أعداد كبيرة من مرتدي المسجد ونشكر دولة الإمارات على الجهود الكبيرة التي يقدمونها في هذه المبادرة الجميلة هذا ويتم توزيع الوجبات اليومية على ما يقارب خمسة آلاف مستفيد وإيصالها بشكل صحي وآمن فيما يشرف على توزيعها ما يقارب المئة متطوع ومتطوعة من دائرة الشؤون الإسلامية ومركز الشارقة للتطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية هنا وجه من أوجه العطاء يتمثل بإفطار الصائمين في جو تسوده الألفة ومشهد يعكس بذل أصحاب الأيادي البيضاء ليخبر الدار سعود الكتبي الشارقة